مساء الحب، مساء العشق، مساء الراحة النفسية، مساء الخرا على دماغك وعلى دماغ اللي جابوك على الصبح. امسحوا المكياج، كنكم تمسحون أسوأ أخطاء في حياتكم، كنكم تمسحون ماضيكم الأسود، كنكم تمسحون شيء يألمكم في داخلكم. مكياج يا بنت، مسامك بلاش أعرف على دماغكم بقى، مسح الألوان والزروات على أي حتة زفرة قديمة، أي منديل كلوت قديم ماما حطاه في المطبخ مساحة، امسح امسحي وبعدين امسحي بعناية، امسحي بعناية وقعدي ادعكي وفروكي، اقعدي ادعكي وفروكي على دماغك كده يمين شمال فوق، لمعي لمعي على قد ما تقدري. الحين خذ التونر وامسحوا فيه البشرة، التونر يضيق المسام، يساعد البشرة انها تكون دائما جلو. خد التونر، ما عندكيش اللي بيتنايل بيقول عليه، اي حاجة قدامك، اي حاجة، معطر عربية مثلا مش مشكلة، مش هيقول لا، ونقعد نمسح برضو ونفرك وندعك. تربيت جدا جدا خفيف، بشرة كثير حساسة، شو مطلع لكم تجاعيد؟ لا، خليك راقية في تعاملك مع بشرتك، خليك راقية، خليكي ناعمة بقى، خليكي ناعمة كده هو، خليكي ناعمة وبالراحة مع البشرة، بالراحة نسحب بالراحة، النعومة أهم حاجة. أخرب بيتك، الله يخرب بيتك ويخرب بيت البيوت اللي جنب بيتك على الصبح. انا ماسك نفسي عليك في رمضان كله والله العظيم، كنت ماسك نفسي بالعافيه. طب مش عارف مله امك ايه انت؟ انا مش عارف. بعدين الشنب اللي عندك مش ماشي مع الاداء، انا مش عارف يعني الشنب. طب شيل الشنب، شيل الشنب، مش راكب مع المياصه والجياصه والقرف اللي انت بتعمله والزروطه. لم نفسك، تماسك كده شويه، يعني عيب كده يا جماعه. الاشكال دي مش عارف انا، يعني الواد ده ما ينفعوش غير ابو سريع السريع. ابو سريع السريع يجي يديله بالمركوب، هو لازم ياخد بالمركوب على وشه. ابو سريع السريع هو اللي هيخلص معاه بصراحه، يعرفوا ان الله حق هيظبطه.